التاريخ عز ما يموتش قبال عيوني لجروحنا فعالة بعز الداوي سليمان باشا بطلنا الباروني فارس وما دلش شهادة قاوي وبشير يشهد لقصي والدوني مناضل موحد ليبيا السعداوي تاريخ واضح جهر موش دكنوني زعيمين نقشوه الفخر رمساوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأستاذة زعيمة الباروني. تفضلي، المنصة جاهزة. فقد حضر أقارب السيد سويحلي بالخير والمريض. أشكرك. تفضل. صحيح ما يقال مؤخرا أستاذة زعيمة عن مشروع كتاب تقومين بتأليفه لتوثيق سيرة والدك المناضل الكبير سليمان الباروني؟ نعم صحيح، ولكنه يحتاج لبعض الوقت والجهد، فالوثائق ضخمة ومتناثرة وتحتاج لتدقيق يليق بأهميتها. وأتوقع للسيد بشير السعداوي أن يحتل مكانا رفيعا بين صفحات الكتاب، فقد تبادل مع والدي بعض الخطابات من أجل توثيق حركة النضال الليبي. وأعلم يا سيد أحمد الزارم أنك المعاون الأول ورفيق المناضل بشير السعداوي، وقريبا إن شاء الله يعود إليكم هو والسيد نوري إن شاء الله. شكرا أستاذة، لي كل الشرف بلقائك. ولي أيضا شرف كبير بالتعرف على مناضل كبير مثلك. وبهذا سجل السويحلي وبالخير والمريض سطورا مشرفه في كتاب النضال الوطني، وذلك بتصديهم للقوات الفاشيه الايطاليه الى جانب رفاقهم الكبار من المجاهدين والمقاتلين في سبيل وطننا العزيز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويشرفني أن أقدم لكم بنت الوطن، وهو اللقب الذي تحبذه الأستاذة زعيمة سليمان الباروني، فلنرحب بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم فإن العلم تاج وهيبة لحامله بين الرجال الأكابر. تعلم فإن العلم لا شيء مثله إذ صين بالتقوى وترك الجرائر. فما العلم إلا كالحياة لأهله، فذكرهم يبقى ولو في المقابر. هذه الأبيات ليست من أشعار والدي، بل هي لجدي الشيخ الجليل عبد الله الباروني، أرسلها لوالدي حين كان يتلقى تعليمه في جامع الزيتونة وهو في عمر 14، فكانت له توجيهات ودستورا في حياته العلمية والعملية لآخرته ولدنياه، فقد أوصاه بالعلم والتقوى وكان كما أراد له أن يكون، بل إنه أصبح رمزاً فريداً من رموز النضال السياسي، ذو رؤية سباقة بتأسيسه أول جمهورية في تاريخ المنطقة،
وهي الجمهورية الطرابلسية وصحبة المجاهدين شيوخ القبائل السيد أحمد المريض السيد رمضان سويحلي السيد عبد النبيب الخير تلك الجمهورية التي مهدت لاستقلال ليبيا ذلك الحلم المنشود للمجاهدين ولوالدي الذي أفنى حياته ودفع أثماناً باهظة من أجل تحقيق هذا الحلم مرزوق نعم يا سيدي هذه الشجيرات عفية وسخية نريد منها في حديقة الدار حتى تضلل على الأهل ما رأيك يا مرزوق؟ صحيح يا باشا سأتحدث للإخوة ليجهزوا لنا عددا منها رغم أننا لا نحتاج ظلها فظلك يكفينا ويفيض يا سيد لولا معرفتي بك يا مرزوق لقلت إنك قد صرت ممن ينافقون ويتزلفون لا ليس نفاقا بل انتقلت إليه عدوى الشعر لقربه منك ويروم منافستك فيه أود الحديث معك يا باشا الوالي في أمر يعنينا جميعا تفضل يا مصطفى هل يمكن أن نعيد إنتاج الحلفة ثانية؟ كان خيرها يغنينا عن المعونة وكنا بفضلها نعيش في رخاء نعم كنا نبيع إنتاجها في لندن وكل الدول الأوروبية بملايين الفرنكات أدركنا مؤخراً أننا كنا نخطئ في حصادها باجتثاثها من جذورها ولكن الآن بعد أن علمنا وتعلمنا يمكن أن نصلح ما فسد منها ونضاعف جهودنا لتحقيق ذلك وبسعيك أيها الباشا وبعرقنا يمكن أن نجمع بذورها ثانية ونعيد الحلفاء والخير إلى حقولنا أصحاب المال يا خليل لا ينتظرون أحدا الأوروبيون والإنجليز قصدوا أسواق تونس والجزائر فقد وجدوا عندهم حاجتهم من الحلفة وبالجودة التي يطلبون لكن حديثك يثمن ونعدك بمشيئة الرحمن أن نتحدث مرة أخرى عن أمر زراعة الحلفة هذا عهدنا بك أيها الوالي السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله يا بسم الله تفضل يا سيد شكرا منذ جئنا إلى هنا وكلماتك شحيحة فأنت شارد الذهن قلق لعل في نفسك أمرا نعم قلقي وألمي هو ألمك يا أخي وألم شعبنا والأمة الإسلامية وهو وطأة ليل جاثم على صدورنا منذ سنوات لكن لا أرى النجاة إلا من خلال الجمع للتفرقة والتكثر للتبديد
ولهذا يجب أن نسخر جهودنا من أجل توحيد صفوف حركة المقاومة والجهاد في كتلة واحدة صامدة متماسكة تسير في هاجرة النهار، ونقاوم المستعمر الإيطالي من خلالها. وهذا لن يتأتى لنا إلا من خلال الحمية من أجل توحيد صفوف القبائل العربية والأمازيغية، ونسيان كل الخلافات العقائدية والمذهبية مثل ما وقع زمن الغزو، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة. فحرب بريطانيا وفرنسا ضد دولة الخلافة قد تؤدي إلى مزيد من التصدع واتساع منافذ قد يتخللها المغتصبون بكل يسر. فهو كذلك يا يحيى. لكن فكر ولتشاركني الرأي أن نؤسس حكومة على شاكلة الحكومات النظامية، حكومة وطنية نعين قضاة وفقهاء ومتصرفين، ونؤسس جيشا نظاميا، ونركز مكاتب البريد والهاتف إلى حدود تونس. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وأنت تسعى لنصرة الحق والإسلام فلسوف يقوي الله عزيمتك. أما عن توحيد الصفوف فكما ذكرت فقد تحققت وقت الغزو، وهو واجبك الذي لا تغفو عنه، وعاهدت الله عليه منذ توليك المسؤولية، ونت الواجب للجنان اختي وسارة ننا ميدات رفلانا. ولكنك تعلم أن هذا الهدف يحتاج المال حتى يتحقق، والسبيل الوحيد لجمعه هو جبي الضرائب من الأهالي جبيا عن طيب خاطر، وليس كما فعل بعض الولاة العثمانيين سابقا من جمع للأموال بالظلم والإجحاف، وهو ما أثقل كاهل الناس لسنوات طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان الله في خلقه، وها هي الطيور تحلق عالية طليقة حرة تغرد، وهذا ما لا نرضى سواه لشعبنا وبلدنا بمشيئة الرحمن. السلام عليكم يا شيخ فيتوري، يا أبا الشهيد. وعليكم السلام يا شيخ شكونة. صالح خذ هذه يا شيخ شكونة. الحلوى عربون للمحبة، إلى حين يأتي وقت تسديد الدين لأبيك وتنزاح الغمة. أحتاج لأوقية من الجلجلان والكسبر، وأوقية من السم لقتل الفئران. كن شجاعا وقل ما تريده ولا تكن جبانا. الجبناء أنتم أيها المغتصبون الأنجاس الكفرة، لصوص الأرض وقتلة الشهداء، سوف تدفعون ثمن جرمكم بمشيئة الله المقتدر الجبار. كيف لك أيها البدوي النكر أن تتطاول على سليل حضارة الرومان؟ حفيد يوليوس قيصر الذي سحق العالم، نحن جئنا لنخرجكم للحضارة والنور. لنا حضارتنا وتاريخنا، نحن أحفاد ماتيس وشيشانغ الذي وصل جيشه بلاد الفرس. أما يوليوس قيصر الذي تدعي أنك حفيده فقتله أجدادك الحقيرون. فلتذهب، فلتذهب أنت وحضارتك إلى مزبلة التاريخ. فلتذهب إلى مزبلة التاريخ.
والقاطع يعاقب ويعزر بعشر جلدات مع مصادرة سلاحه وطرده. تفضل سيدي الوالي، تلغراف من السيد سعيد وقد وصلت الصحف على الفور. شكرا يا مرزوق، تفضل. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأخ المناضل الشهم الغيور أحمد المريض زعيم قبائل طرهونة ومسلاتة، وقد أرسلت برقيات مماثلة للمناضلين جميعا، وكذلك للسيد عبد الرحمن عزام لمناقشة أمر تشكيل الجمهورية الوطنية. وليكن مكان تجمعنا جامع المجابرة بمشيئة المولى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمهورية في المجاب رجول كبار يشهد الله نبيا. يشهد الله نبيا هادام حق يا وطن الحرار، هادام حق يا وطن الحرار، عطوك الدماء الزكية. عطوك الدماء الزكية، هذا عزف الوطن صار، هذا عزف الوطن صار، يا ليبيا مالك شوية.
سد الفراغ السياسي بعد خروج الدولة التركية من الحرب وانسحاب الضباط والقادة السياسيين الأتراك من بلادنا. فقد تشاورنا نحن والمجاهدون الكبار السيد رمضان بك سويحلي والسيد عبد النبي بالخير والسيد أحمد المريض ألا مخرج أمام بلادنا سوى العمل بنظام وحيد ألا وهو النظام الجمهوري، والذي نراه الأمثل لإقليم طرابلس. لذا أدعو كل الحضور من المجاهدين الأشاوس والعلماء الأجلاء ومن أعيان الإقليم الكبار للتشاور والتصويت من أجل تأسيس الجمهورية الطرابلسية. توكلنا على الله. موافقون؟ موافقون. شرط أن تكون أنت رئيسها يا سليمان باشا. لن نعتمد نظام الرئاسة الفردية يا رمضان بك سويحلي. الأفضل هو إقامة حكومة من 4 أشخاص لنعمل كهيئة مسيرة للجمهورية حتى لا يستفرد فرد واحد بالسلطة ويوقع المنتخبون جميع القرارات. أصبت الرأي يا سي سليمان، ولن نجد أفضل منك لاقتراح أعضاء الهيئة المسيرة. ولكن كيف سنقسم المهام؟ قبل أن نختار الهيئة المسيرة علينا التحدث عن تنظيم هيئات الجمهورية. أن نشكل هيئة استشارية لتمثل كافة مناطق إقليم طرابلس، وبذلك نضمن حقوق أهلنا في كل المناطق. لنبدأ الآن يا سيدي المريض. وماذا عن جيش الجمهورية وكيفية تشكيله؟ هل سيكون إلزامياً؟ سنناقش الأمر شورى فيما بيننا. لأنني جئت على عجل لم يسمح الوقت لي بالتعبير عن تقديري واحترامي البالغ لحميتكم وبصيرتكم السياسية. نعم إنها ميزة ليست بالجديدة عليكم، ولكن اختيار هذه اللحظة التاريخية لتأسيس الجمهورية لا تأتي إلا من وطنيين ومناضلين مثلكم. تقبلوا تقديري واحترامي لكم جميعا. إن رأي سياسي ومناضل في قامتك سيد عبد الرحمن عزام يبعث في نفوسنا الأمل ويهبنا الثقة والتفاؤل. ولن ننسى لك وقوفك مع إخوتك في الإسلام وحميتك وبصيرتك أيها المناضل العربي الكبير. لنا حديث مطول أثناء الغداء. صدق الحق. لنقم الصلاة وليأمنا الشيخ عمر المساوي. يا بسم الله. مجلس الرئاسة ويتكون من 4 رؤساء وهم رمضان بيك السويحلي، سليمان باشا الباروني، أحمد بيك المريض، عبد النبي بالخير. مجلس الشورى ويتكون من 24 عضوا وله رئيسان: الشيخ محمد سوف المحمودي رئيس أول، الشيخ يحيى الباروني رئيس ثاني، وعضوية كل من الشيخ عبد الصمد النعاس عضو من ترهونة، الحاج مفتاح التريكي عضو من مسلاتة، الشيخ علي بن رحاب عضو من قماطة، الحاج محمد بن خليفة عضو من الساحل، عبد السلام الجدايمي عضو من زليتن، الحاج علي المنقوش عضو من مصراتة، محمد المنتصر عضو من سرت، مفتاح التايب عضو من ورفلة، السيد محمد بن بشير عضو من ولاد بوسيف، عبد الرحمن بركان عضو من مرزق فزال، محمد بن أحمد الفايدي عضو من الشاطي، الشيخ لحبيب عز الدين عضو من غدامس، إبراهيم أبي الأحباس عضو من الجبل، الحاج محمد فكيني عضو من الرجبان، الشيخ أحمد البدوي عضو من الزنتان، سالم البرشوشي عضو من ككلة، الشيخ شطيبة عضو من غريان، علي بن تنتوش عضو من ورشفانة، عبد الرحمن شلابي عضو من الزاوية، علي شلابي عضو من النواحي 4، وعبيد المحجوبي
عضو من سرمان والعجلات. المجلس الشرعي يتكون من 4 علماء: الشيخ عمر المساوي، والشيخ الزروق برخيص، والشيخ محمد الإمام، والشيخ مختار كعبار الشركسي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، واضعاً يدي على هذا القرآن الكريم، واضعاً يدي على هذا القرآن الكريم، أن أجعل نفسي ومالي فداء لوطني، أن أجعل نفسي ومالي فداء لوطني، ولحكومتي الجمهورية الطرابلسية، ولحكومة الجمهورية الطرابلسية، وأن أكون لعدوها عدوا، وأن أكون لعدوها عدوا، ولصديقها صديقا، ولصديقها صديقا، ولقانونها الشرعي مطيعا، ولقانونها الشرعي مطيعا. تفضل أيها الأمير عثمان أفندي، فلتشرفنا بقراءة البيان التأسيسي. أشكركم على إعطائي هذا الشرف العظيم، لكني أعتذر لأنني أرى من يستحق هذا الشرف هو السيد عبد الرحمن عزام. إذن السيد عبد الرحمن عزام فلتنل شرف قراءة البيان التأسيسي للجمهورية الطرابلسية. تفضل. تفضل، خذ مكاني. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان التأسيسي: إن الأمة الطرابلسية تعتبر نفسها حائزة لاستقلالها الذي اكتسبته بدماء أبنائها منذ 7 سنين، سعيدة بالتوصل إلى هذه الغاية التي هي أشرف ما تصل إليه الأمم، وتهنئ أبنائها بتمام نجاحها واتحادها على الثبات التام في الدفاع عن وطنهم وحكومتهم الجمهورية الجديدة، الجمهورية الطرابلسية، والتوفيق من الله تعالى وحده. الله أكبر، 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 الله أكبر. لما عدت بالذاكرة إلى سنوات شبابي، تأكدت أن الحرب على ليبيا لم تبدأ بقذف السواحل عام 1911، إنما بدأت قبل ذلك. نوجه عنايتكم نحو الخطر الإيطالي الموجه ضد الشعب الليبي. إن قرار إنشاء بانكو دي روما يكشف عن أهداف إيطاليا الاستعمارية ويمهد الطريق لحرب قادمة. نظراً لما يمنحه للليبيين من قروض تهدف إلى إغراقهم في الديون مقابل انتزاع أراضيهم،
لذا فنحن نهيب بجميع الصحف العالمية كما نهيب بمجلس النواب الموقر بالدولة العثمانية أن ينتبهوا إلى الخطر الإيطالي القادم. بشير السعدوي. لقد شرفت اليوم بدعوتكم لحضور هذا المؤتمر للبحث فيما تمر به البلاد من أوضاع سياسية حرجة، وللتصدي للبعثات الطليانية المشبوهة التي جاءت إلينا بتكليف للقيام بمهام تجسسية، وأيضاً للتصدي لأطماع بانكو دي روما الذي يقوم بشراء أراضي الناس وإثقال كاهلهم بالقروض المجحفة. إن مواجهة الناس بحقيقة ما يحاك ضدهم هي من أول أولوياتنا ولا خلاف، لكننا نحتاج إلى جذب انتباه العالم، فنحن لا نحيا بمعزل عنه. أقترح أن نبادر بشن حملات لتحريض المواطنين على مقاطعة البنك. أتفق مع الحاج عمر النعاس، علينا أن نذهب إلى الناس بأنفسنا، لن نكسب ثقتهم ما لم نتصل بهم بشكل مباشر. 3 سنوات من العمل الحكومي علمتني ذلك. سنحتاج إلى عدد أكبر من المزارعين والأهالي، وأنا واثق من أن كثيرا منهم سيكونون في صفنا. لا نريد افتراضات، نريد أعدادا حقيقية. لو لم يكن الطليان مدركين لقيمة العدد لما أطلقوا علينا هذا البانكو دي روما. ألم أقل لك يجب على كل السياسيين أن يعملوا في دوائر النفوس مثل أخيك؟ نستمر في مخاطبة الصحف، غايتنا إثارة الرأي العام ضد البنك وممارساته المشبوهة. ومن ناحيتي فقد أرسلت إلى مجلس المبعوثان لأخطرهم بمخاوفنا. إنهم يبيعونكم الوهم، يمنحونكم المال ويسلبونكم الأرض. وما قيمة الأرض وقد أهلكها الجفاف؟ انتزاع الأراضي ذريعة الطليان لإعلان الحرب. لن يكتفوا بالحصول على أراضيكم، سينتزعون أرواحكم لو أتتهم الفرصة. وما حاجتنا للطليان ما دمنا نستطيع بيعها للأتراك؟ إن بعض الشركات الإيطالية يشترون أراضيكم بأبخس الأثمان، ثم يبيعون البنك الطلياني بما يعادل 3 أضعاف سعرها الأصلي. ألا يجعلكم هذا تتساءلون عن السبب؟ وماذا في ذلك؟ 10 العائلات قد رحلت إلى تونس والجزائر منذ أن حل الجفاف. بل مئات العائلات آثرت الهجرة، ولكن البعض لم يفعل. كانت أمامهم الفرصة لبيع الأرض، فلماذا لم يفعلوا؟ لأنهم حمقى. لأن الحق لا يصير حقا بكثرة متبعيه. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ربما تهربون من شبح الجفاف اليوم، ولكن ربما بعد أيام أو شهور سيرحل الجفاف ويبقى الطليان. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فات أوان الحديث، ماذا يمكننا أن نفعل بعد ما اقترضناه من أموال البنك؟ يمكنكم الامتناع عن السداد. التمسك بالأرض والمماطلة في إجراءات التسليم. إن
إنهم يبيعونكم السراب فلا تشتروه. شكرا يا محمود. عفوا يا سيدة ميرا. يا نور هيا إلى سريرك. أريد أن ألعب مع جدتي. لقد حان وقت النوم. ألم تكتفي من اللعب يا نور العيون؟ لقد تعبت. خذيني إلى حجرتي يا زعيمة. هيا يا نور قل لجدتك تصبحين على خير. تصبحين على خير يا جدتي. تصبح على نور يا نور. أرأيت كل الأطفال تنام إلا أنت لما لا تنام؟ هيا إلى النوم حبيبي. كان الله في عونك يا عزيزة. تربية الصغار عمل شاق. لابد أنهم أصابوك بالصداع. إن أصواتهم لا تزعجني، على العكس لا شيء يساعدني على النوم أكثر من التفكير في أمر الصغار. أحلاما سعيدة. وأنت فيما تفكرين؟ أنا أراك منشغلة هذه الأيام. أفكر في أبي، وأحياناً أفكر في الحرب. هل فكرت في أبيك جيداً؟ ماذا تقصدين يا أمي؟ أقصد هل فكرت كيف أن الحرب والمحن والابتلاء لم تمنع أباك ولم توقفه بعيداً عن زينة الدنيا؟ متى ترتاحي وتقنعي بما اخترته لنفسي وبما كتبه الله لي؟ ونعم بالله يا ابنتي، ولكن الله أمرنا بأن نسعى فيسعى معنا، وأنت تصيدين كل الأبواب. فكم من رجال تمنوا الاقتران بك؟ فكري يا ابنتي، فأنا لن يرتاح قلبي حتى تجدي من تأنسي إليه في وحدتك. لقد تجاوزت 40 يا أمي، وقد كلفني الله بمهام هي الأقرب والأحب إلى نفسي. وهل الأم هي فقط التي تنجب؟ ألا يكفيك أبناء إبراهيم وأبناء عزيزة وبناتي في المدرسة؟ كل هؤلاء أبنائي، وأي امرأة تستطيع أن تنجب كل هؤلاء الأولاد والبنات؟ لا تغضبي مني يا حبيبتي، أنت حبة القلب. ما الذي تودين معرفته عن الحرب؟ كل ما تستطيعين أن تتذكري. ليلة الغزو، أذكر ذلك اليوم جيدا. كنا في المنزل بينما كانت أصوات القذائف تدوي في طرابلس، وكنا في نافوس غارقين في الصمت. لن تغلق دكان يا شيخ؟ لن يغلق دكان الفيتوري بأمر من الطليان. يا شيخ فيتوري، لم يبقى أحد في السوق. لقد انسحب رجال الجيش العثماني من المدينة وتركوني للعراء. ينسحبوا كيفما شاءوا، هذه بلادنا ما هيش بلادهم. وماذا يفعل أهل المدينة في غياب الشرطة والجيش العثماني؟ لقد حل الخراب ليحفظ الله هذه البلاد.
ليحفظ الله هذه البلاد. والله لو كنت شابا لأغلقت دكاني وخرجت مع المجاهدين ولن أختبي مثل النساء. يا شيخ فيتوري، إذا كانت الحاميات التركية بقوتها وعتادها قد انسحبت إلى الدواخل لتعتمي من القصف العنيف، كما تشاء. هل أصابك الجنون؟ تتركين الدار وتعرضين نفسك والصغار للخطر؟ هل عاد إسماعيل؟ تعرفين أنه لن يعود. أقصد بأنه لن يعود إلا بعد أن يهزم الطليان. ألا تعرفين زوجك؟ هيا هيا عودي إلى الدار، سلم بنتي. صالح لا يتوقف عن البكاء، تفزعه أصوات القذائف، لا يكف عن مناداتك جدي جدي جدي. لم أعد أستطيع إسكاته. إذن لنغلق الدكان بأمر الشيخ صالح. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، اعلموا أنه من قضاء الله وقدره أن سلط على وطننا امتحانا لنا، دولة خسيسة سولت لها نفسها الخبيثة الاستيلاء على بلادنا واستغلال أبنائنا كالعبيد. وها قد أرسلت مراكبها الحربية، وهي الآن راسية في البحر أمام المدينة، تنتظر من دولتها الأوامر لتهجم على ولايتنا. وقد استعد إخواننا من أهل الشطوط وطرابلس لصد غاراتها، ففتحوا دفاتر لتسجيل المجاهدين في سبيل الله. مهمتنا هي الدفاع عن الجبل، والدفاع عن الجبل يبدأ بالدفاع عن طرابلس. يجب علينا التصدي لجيوشهم ومحاصرتهم عند السواحل حتى لا يتمكنوا من دخول بلادنا. معا سنقاتل جنبا إلى جنب مع إخواننا المجاهدين. وها نحن ندعوكم يا كافة أهلنا من الرجبان والزنتان والحوام والمحاميد وأولاد بوسيف، ندعوكم للقدوم بسرعة للذود عن الوطن والدفاع عن راية الإسلام وحماية شرف البلاد والعباد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.